جيت للعياده مالي اشلونك اشلوني ما تحكي لي صار 3 سنين ما كنت هوني وما ادلغ ما دين انا الدكتور مالك قل لي ايش صار بك والله ما قد عارف منين ابدي وين اكمل بس انت مليح يعني هي مليح يا حماد صار 3 سنين ما عندو كوني والله شلون 3 سنين عبغت علي انا اذكر كنت قبل 3 سنين قلت قد غيت تطلق اسر بي طلقته طلق إيه خلصت منه خلصته منه بس وقعته غير ورطة اشلو نسرتي قوية ما غما تغيد تطيق تروح والله جغبته ويا هاي ويا طويلي ويا قصيري ويا عريضي ويا سميني وكله أطلع وياها والحكيات تمشي إيه لكن من وصل تعرف يعني 3 سنين لتشاربايا إيه فش كله فش 3 سنين ما كنت ويا مغا 3 سنين من ذاك اليوم اطلق ودعتك من 3 سنين من ذاك النار إلى اليوم أنا ما شايف مغا لا مو قصد ما امشي وياهم واطلع وياهم لكن دخل اسمكو وما قد اعرف ايش اسوي ما قد اعرف ايش اسوي وتورطت وقفتك وما قد اعرف هاي تلي رحت اكو وحده تعرفها بنت خالتي زهابه اسمها زهابه هاي اعرفها الزهابه هاي زبزب ملولاي كلها بتعرف رحت قلت لها بدالك ما تسوي لي شعره شيني طفينا حال شيني نشغلي هاي ايوه قالت لك قالت لي والله تاك وحده باوريهودا فتحت فات اسمها بدريه يعني ما هذا النسوان لا 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 هي شريف هي شريف اي قالت لي عاين روح عندها وهسه تعاين اشون هي تعرف شلون تحل المشكله مالك ايه وحلتها اسمع صبر شوي قد العنوان مالها ايه وليها قردوم شلوش ها فريودة ايه سويتها على التليفون ايه قالت لي انا بثير الطبقة ايه ومن تجي تدق الباب ثلاث نباب طب 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 ايه طب 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 تعرف انت تجي ما طول عليك رحت دقيت الباب ثلاث نبات مثل ما قالت لي فتحت لي الباب والله مغى مليحة مقبولة يعني ايه ايه عيونها بيتها حلو يعني بيت صغير قدشة قدشة يعني قبة واحدة بينه قبة واحدة ومطبخ على صفحة يمنا وتكرم ادب على اليسرى وحمام وهاي تشارباية كانت مغطاية مفرش ابيض وميز والضويات كلها مسدودة بس ثلاث شميع ثلاث شميع ايه مثل اليوم احنا كثلاث شميع ايه هم ثلاث شميع كل شمعة غير لون كل شمعة غير لون ايه البيت مظلم كأنه يعني بردات بينه بردات كلها مسدودة وهاي بس هاي ثلاث شميع قعدت قبالة ايه قالت لي احكي لي ايش من قصتك ايه والله حكيته مثل ما حكيته وياك ايه قلت له لك نحكي اكذ واكذ ما قد اعرف اسوي بدالك هاي ما تشوف لي شاره هاي يأست يعني انت تفتحين باليد؟ اه تفتح فعل يعني ايه قالت لي لا انا ما افتح باليد يعني بالرصاص فتحت؟ بالرصاص قالت لي لا قلت له بالقهوه لا لكن ليش فتحت؟ قلت له ليش تفتحين؟ قالت لي انا افتح بالعيون بالعيون؟ ما تصير عينك قالت لي انا اصفن بعينك بعينك والعيون هي المغي ملغوح ما يكذ صدق ما المهم عزيز ما يكذ ما حق وياي يا حق وياي انت زهرة لا ما زال عزيز قال لي تمام انت ايد ايش تقول؟ ام حق وياي؟ حق وياي اي والله زين هلا فيك انت غادي يجيك خطي علي ما قال لي الله يلا بيك تونس هذا جاي اليوم لإسرائيل وهي شغل زين المهم ظلت تصفن بعيني ثلاث دقائق ثلاث دقائق ثلاث دقائق طويلة ما اشوف ولا داخل بكشة قالت لي وي ابويل على هاي الدقائق هسه قالت لي عندك عين الرع عين الرع ايه عين الرع لكن ايش كون ليش انطفت قال لي ما في الواحدين ثلاثة عيون ثلاثة عيون ايه دعته
قالت لي ما بس ثلاث عيون. كل تسودا يعني؟ كل واحد عيون. هاي منين طلعتها؟ أنا تعرف أنا ما أعتقد بالسوالف. لكن قلت والله إيش خسران؟ أنا الحكي مالي هالقد أبويلا. قلت بلك يصير شعره. وشفت لك شعره؟ دسمع. قلت لي هاي ما بس هيك العيون من بعيد، هاي العيون قد تلحقك. وين ما قد روح تركض خلفها. والله ايش قلت له ايش هي عيون ايش قد تلحقني هاي؟ قالت لي بلك تسهم وياك. ايش العيون وياك؟ ايش قد تحكي؟ قلت لي شو طلع شكو بجيوبك؟ طلعته بجيبي. افتح من السياره كفيه ما في ايش. قلت شو مثلا بالجنطه؟ بالجنطه. الجنطة وياي فتحتها قلبتها على الشرباية. الشرباية. إيه طلع بيها منظغة، طلع بيها تليفون، طلع بيها هاي. إيش دوت يعني؟ ما قضل الدوق قضل الدوق ما تشوف ولا أكو قطية. قطية. هاي القطية إيش كون؟ والله قلت له والله الحكي قطية. أنا ليه تطلقته؟ إيه قبل ثلاث سنين. قبل ثلاث سنين. مغاتي بعدها كانت مغاتي. إيه. خبرتني قالت لي عين. احنا ما بعدنا مزوجين؟ ايه ده ليش ما اخير ليلي هم تجي وياي ننام سوا؟ مسموح ما هيك؟ ايه مراتك بعدها يعني بعدنا مراتي بعدنا ما نطلق زينها قنطلق. قلت والله بلكت هاي معقولة. قلت اخاف انام وياه وتروح تحبل شلي بيها الورطة. رحت للصيدلية قلت له بدي اشتغل منك لاستيك، عندك لاستيك؟ لاستيك؟ ايه قال لي عندي ثلاثي مزوقه يعني سوا كوندوم. بس ايش كون؟ كل واحد يغير لون، ما يخالف؟ ايه قلت له ايش منه بعد احسن هيك بتجي كل واحد يغير لون. انا ما افتهم بيها لهي السوالف ما عندي شغل. ايه غير طلعت انا زين قاضل افتكر هاي قاطل لقى غدا ايش كنا ننام وياها اليوم؟ ما قدرت على بعض نفسي ما قبلت. ايه مليح سبب ثالثة ما رحتوا. ما رحتوا يا ثاني نهار طلقنا. ايه وهالغطية بقت بجهبي بقت ويا قلت بلك تفرج فد يوم هيك بالغلط واستعملها. وثلاث سنين ما استعملتها. هاي الله ويدك ماكو شيء يعني ولا كل شيء ما مليح وياه. فارو ما يحارو اشتغل الحكية. اسمع تحكيات الحكية سمعتها. قال لي خد تشتغل ويهني شلون تشتغل بعد نص الليل لو ماكو حخام صوبنا كان حكيت لك. المهم هاي صفنت علي صفنت بدرية. ايه بدرية قتلي عين انا كنت مزوجة ثلاث نوبات ايه. كانت مزوجة وكلهم ماتوا يعني كلهم ماتوا المانا ثلاث نوبات المانا ايه قلت له ايشون يصير؟ قتلي اول واحد طلع اهلين حرامي وهذا ركض خلفه قاعد يصيده ضربوا ثلاث طلقات ومات. وي ابن اشلون احكي سودان. ثاني واحد جاء قلت له خلي شغل احواس. ايه شغل احواس طلع روحه اللي بغى وقع ومات. كسر راسه وقبته انقطعت انفجت. ثالث واحد كنا رايحين لهاي الحديقه مال الحيوانات السفاري ماكو برمادجان دي تعال ماكو هاي المكمل اسوده ماكو. ايه هذا كان الشباك مفتوح قاعد يحكي بالتليفون. إيه؟ ما دبر ووقع التليفون. ايه زين قاعد فكر ايش ما ياخذوا التليفون. فتح الباب ياخذوا التليفون ثلاثه اسود جو اكلوني. لكن لازم تنهزم منها. قالت لي عاي يضل بالك انا هاي الحكيه انت كلش كسرت الخطري وكلش قايجين يخطي عليك والله وهاي حكيتك الله يساعدك ويجبرك. زين انا هسه بوحدي انا ما مزوجة وانت ما مزوج واكو شربايه تال نحوقو الهمان عندك ثلاث كوندومين تال مشي بها والله كريم. انا فكرت بها والله المغه مقبوله يعني. وانا متوازي ثلاث سنين قلت هاي حكيه خوش معقوله لكن تمشي وياها تسمع. انت قلي دكتور لو المهم
ويدي ها يا واش يا واش اول شيء طفت اول شمعة طفت ثاني شمعة طفت ثالث شمعة صار ظلمي حندس ظلمي عتمي حندس عتمي اصنيك عين بال عيني ايدي قاعد ما خد عيني الشمعة مالك مش تعلم شمعة ملحني ساوي اشغل المهم ما طول عليك دخلنا بالحكيات خمس دقائق ما طولتها ايه ومنان الاول همان اول عين طقت 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 قالت لي يلا يغاد بنفس الليلة اتلافي اتلافي فد الليل والله صعيب شوية قلت المهم عقب احكي طولة ساعة لاخ طق الثاني واحدة اه واحدة لاخ وستفرج عليك قلت هيك ضغير المهم انا صدق شوية خمو كلش يعني تعرف انا ما صغير هسه بعدني ايه انا ساعة عمري 35 سنة ايه قالت لي يلا قلت له استنضي شوية لاخ والله في لتعين هم في قصناها آه يعني طقت كل ثلاث عيون قالت لي هسه ما زال طقيناها لثلاث عيون انت ما عليك شين بعد فرجت عليك الله وياك والعزير يسلقك كل عالف لا لا نمتوا نمتوا تعبان قطعوش خصغاك ايه دنا ماكو جرباية ونيكي ماكو جرباية ومفغش ومفغش ابيض ايه وهي ما شاء الله عليها والله ما شوفوا الا صار صباح قد عينك من البرده شوية قضوة طلعت الشمس طلعت هيك طعينة قد بصبص ايه قالت لي يعجبك قهوة ليش لا قلت له ايه ليش لا والله قامت فتحت الباردة ايه بقى كانت مشلحة مثل ما الله خلقها ها مشلحة مشلحة بقى كنا بالشرباية وهي هي باط هي بيط غير حباي مانو مانو ايه اخوتين وكلها المهم ظهر علي وما اشوف كل دورة وش علي ايه ما قد تعرف شلون طاقة كنتو شلون طاقة ايش عينتو ايش كنت رجال انا واخد جهل النسوان عندهم ديسان ديسان يعدك العافية العافية وكل حلم هاي يغلون ويا 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 أطغينا فغلق أمري جيب أمري جيب باي جيب خلصني عندي نمرة مقعنا بالليل مقعنا مصباح مقعنا عغب مقعنا أكل مقعنا